السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور. الدولة المصرية تؤمن بأن الصناعة هي بوابة العبور من الأزمات الاقتصادية، وهي الوسيلة لخلق ميزة تنافسية، والصعيد كان لازم يكون ليه جزء في خطة التنمية الصناعية. النهاردة هنشوف مجمع الصناعات بجرجة في سوهاج، واللي بيوفر 178 وحدة صناعية بتستهدف صناعات غذائية وهندسية وكيميائية. كل مشروع جديد بيتولد على أرض الصعيد بينور محافظات إبليه، والصعيدة قوة عاملة قادرة تنحت الصخر. علشان كده خطط التنمية الصناعية ما نسيتش الصعيد، وخلال 7 سنين نورنا الصعيد بمصانع ومدن ومجمعات صناعية وفرت حوالي 3300 وحدة صناعية، استغلت طاقات الشباب ووفرت فرص عمل بالآلاف. بالنسبة للصناعة في الصعيد فكانت في الأول مهمشة جداً، ما كانش في حد عنده فكر لا صناعي ولا بيفكر إن هو يصنع أي حاجة. ولما جه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل طبعاً على الصعيد وعلى الصناعة في الصعيد بقى فيه اهتمام. أكثر من مدينة صناعية اتفتحت في سوهاج، في عندنا غرب جرجي، في عندنا حي الكوثر، في عندنا مدينة الحيوة. يعني في ناس مستثمرين مقبلين على سوهاج وعلى خط الصعيد تماً يعني. وفي وحدات بتسلم، وفي وحدات بتفتح، وفي وحدات شغالة. وفي سوهاج درة الصعيد أنشأنا مجمع صناعي في غرب جرجة، والمجمع وفر حوالي 178 وحدة صناعية بتستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. المجمع ضاف حاجات كتيرة للبلد عموماً يعني. المستثمرين كانت الأول بتستلم أراضي وكانت بتبني، كانت الدنيا بتبقى بعشوائية شوية، وكانوا بيتعبوا علشان يطلعوا الرخص، بيتعبوا علشان يطلعوا يوصلوا مية أو يوصلوا كهرباء. إنما المجمع حل كل المشاكل دي. المجمع هنا كامل المرافق. يعني الأول كان أغلبية المشروعات تبدأ في وسط البلد، تعال دلوقتي عمل لك مكان مخصص للصناعات. إبدأ كانت شريك أساسي في التنمية الصناعية في الصعيد، كنا طريق البداية لكل مستثمر وصانع وعامل بيشاركنا نفس أهدافنا وأحلامنا لارتقاء بالصناعة المحلية، توطين الصناعات، تقليل الفجوة الاستيرادية، وكمان توفير فرص عمل. دلوقتي بقى فيه عقول بتفكر، وعقول عايزه تصنع، وعقول بتقول طب ليه احنا نجيب ده من بره، ما ده سهل ان احنا نصنعه هنا. تبدا دي كانت لازم تبقى موجوده في الوقت الحالي علشان تفهم المستثمرين وتساعدهم وتذلل اي عقبات قدامهم. ومصنع الفوندي النهارده في المجمع الصناعي بغرب جرجه هو نموذج عمل من شراكه كبيره بين شركه ابدا والعريان جروب، ودي مرحله اولى من شراكات ثانيه متتاليه جايه ان شاء الله. المصنع دوت انا ما قابلتش يعني مشاكل كبيره في تاسيسه، ما قابلتش اي حاجه، شغال، وان انا بفكر ان انا بعمل منتج مصري. ابدا اهتمت بالصعيد وخصوصا سوهاج، ومن اول يوم خطط تطوير الصناعه في سوهاج كانت أولويتنا. عقدنا شراكات لبناء مصانع جديدة هتدور بإيد أهالي الصعيد، وفي الوقت نفسه دعمنا الصناع بحلول مبتكرة علشان يطوروا مصانعهم. اهتمينا بتدريب الأيدي العاملة ووفرنا الدعم للمصانع المتعثرة علشان يكملوا الطريق. في إطار عمل فريق دعم الصناعة بيتم دعوة جميع المصنعين اللي في المجال الصناعي أو المستوردين اللي حابين يتحولوا من الاستيراد للتصنيع، هيتم مساعدتهم في جميع الإجراءات المتطلبة إن هو يأسس مصنع، وبعد التأسيس لو في أي مشكلة إحنا ممكن نساعده. لو في أي شكوى بنوصلها لمبادرة إبدأ، متواصلين معانا يعني في كل حاجة. مبادرة إبدأ دي يعني تسهيلات كل إجراءات الورق اللي أنت متعطل فيه. يعني مثلا أنا كنت متوقف على الكهرباء واستلم المصنع من شهر 7، فالمفروض أنا ورقي يخلص بسرعة فتأجل شوي، فأنا رنيت عليهم حكاية الكهرباء دي، نحمد الله ركبوا الكهرباء سريع يعني. والله مبادرة إبدأ دي يعني عامل رئيسي وهتأثر تأثير جامد، لأن هي بتحل أي مشكلة مع
المستثمر اللي بيصنع. بتفكر ازاي انها تطور في الصناعه، انها حتى تقترح على المستثمرين المشاريع اللي يقدروا ان هم او الصناعات اللي يقدروا هم يدخلوا فيها، البلد محتاجاها وبرضه في نفس الوقت ان المستثمر ده يكسب منها. فابدا احنا مدركين اهميه تطوير الصناعه، عارفين ان التنميه الشامله مش هتتحقق من غير صناعه قويه ومصانع مصريه تحقق لنا اكتفاء ذاتي. الصناعه بتنور الطريق، بتوفر فرص عمل، بتساعدنا نوصل لهدف تحويل اقتصادنا لاقتصاد منتج. ابدأ هتساعد في الصعيد المستثمرين اللي مش عارفين يبدأوا، المستثمرين اللي عندهم بعض المشاكل والعقبات هتذلل لهم المشاكل والعقبات علشان يبدأ فعلا الصناعة. بصراحة منظومة متكاملة تقدر تقوم مشروع وتقدر تقف جنب أي مستثمر. الصناعة كل حاجة في البلد النهاردة، عشان ما نلجأش لأي دولة، واحنا بقى مصدر الخامات المحلية موجودة في مصر. احنا كل يوم أفضل من اللي قبل بصراحة، بالذات دعم الرئيس برضو معانا يعني شباب. لما بفتح مشاريع كتيرة بوفر فرص عمل كتيرة للشباب، وفي نفس الوقت يبقوا عارفين يعني إيه صناعة. كنا إيد اتمدت لكل صانع وعامل، والنهاردة فخورين إننا جزء من تطوير الصناعة في سوهاج. الهدف من اللي أنا بقوله ده إن أنا أشجع رجال الصناعة في مصر، وكل من هو محتاج يتحرك معانا اقول له اطمن انا معاك. مستقبل الصناعه بالشباب، مش حاجه نقصانه ابدا. ايه اللي ناقصنا احنا غير نبدا وبس، ونطلع منتج فعلا يليق باسم صنع في مصر.